مشاهدينا الكرام، قبل انطلاقة المباراة يبدو أن كل شيء مثالي هنا بنهاية مباراة كرة قدم ممتعة، لأن الأجواء رائعة بشكل عام، الطقس جميل، أجواء رائعة في المدرجات، سماء صافية، كل شيء مثالي، بقي لما يمكن أن يحدث على أرضية الملعب، على العرش، ومطالب اللاعبين بإظهار إمكانياتهم لكي نستمتع بكرة قدم. نحن اليوم في ملعب الشوط في سراغوغلو، واحد من أجمل وأفضل الملاعب التركية والمصمم على أحدث الطرق. يا سلام وياك يا سلام الملكي للمملكة العربية السعودية. يحاول يسدد، يلعبها ببعض
Bye.